مشاهدينا أهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة مع أخبار المال والأعمال من قناة النيل للأخبار والبداية بالعناوين. وزير البترول والبيئة يبحثان عددا من ملفات العمل المشترك من بينها التحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين. أسعار النفط تنخفض خلال التعاملات لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع تجدد الأمل في الاقتصاد الأمريكي. وتراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وتحسن سوق العمل. عقد وزير البترول كريم بدوي ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك. وخلال الاجتماع تابع الوزيران الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس ومتابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسترد. كما بحث الجانبان التعاون فيما يخص المخلفات البترولية والتحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين. تابع وزير الإسكان شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية. وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم إدارته وتشغيله من قبل إحدى الشركات العالمية. تابع مسؤول وزارة الإسكان موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان. وقام مساعد وزير الإسكان كمال بهجت بتفقد مواقع تنفيذ 448 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شدد على ضرورة إنجاز المشروعات في المواعيد المحددة. كما بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع محافظ القليوبية أيمن عطية موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق القليوبية. كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية. في إطار اهتمام الدولة بتدريب وتأهيل الشباب، انطلقت فعاليات المبادرة الشبابية لإعداد وتدريب الشباب على برامج تدريبية وبخاصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتوفير فرص عمل لهم في سوق العمل المحلي والدولي. تحت شعار صناعة الأمل وتطوير الشباب، انطلقت مبادرة شبابية تستهدف تدريب وتأهيل الشباب بالشراكة بين إحدى مؤسسات المجتمع المدني وأكبر المنصات الدولية التعليمية في مصر والشرق الأوسط. احنا كمان عملنا معهم شراكة قوية جدا ان احنا تدريب 35,000 شاب. ال 35,000 شاب احنا درسنا وبحثنا ايه اكتر انواع للوظائف المتاحة للسوق العمل ان احنا نقدر ندربها علشان خاطر نوظف في مجال التكنولوجيا. تحديدا لقينا ان في حوالي 32 وظيفة متاحة لسوق العمل، بس الناس لسه مش مدركة اهميتهم. ابتدينا على طول نشتغل عليهم، وهي قطاع التكنولوجي بالأخص والأكثر، من أول كتابة المحتوى لحد توطين الترجمة لحد الـ AI والذكاء الاصطناعي. في أكثر من 1200 دورة تدريبية في 15 كاتيجري أو مجال مختلف، التكنولوجي طبعا واحد منهم. في مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية في اللغات، السوفت سكيلز أو المهارات الإدارية، في المشاكل اللي بتواجه
الآباء في تربية أبنائهم في المبيعات، في التسويق، في التسويق الرقمي، في التكنولوجي. ففي دورات تدريبية زي ما حضرتك بتقولي وبرامج تدريبية في مختلف المجالات لتنمية الشباب في الاتجاه اللي هو بيفضله عشان يكون جاهز ومؤهل لسوق العمل. تعزيز مهارات الشباب وإعدادهم من خلال برامج تدريبية بخبرات تكنولوجية عالمية تستهدف تأهيلهم لسوق العمل، أبرز ما جاء وتضمنه بروتوكول التعاون الموقع بين طرفي المبادرة. تأهيل الشباب لسوق العمل الحر، وسوق العمل الحر الحقيقة موجود فيه كثير جدا من الأعمال اللي بعضها ليه علاقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرها من الأعمال، وإزاي أنه بأقل الإمكانات وباستخدام التكنولوجيا نقدر نوصل لأعداد كبيرة جدا من الشباب اللي تقدر من بيتها في أي مكان في الجمهورية تقدر أنها تحصل على وظيفة على مستوى العالم، وتقدر أنها تكسب مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة. طبعا بناء على توجيهات سيادة الرئيس وسياسات الدولة ان المجتمع المدني، الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني. النهاردة احنا كنا سعداء الحظ بتوقيع بروتوكول بنبتدي ندرب الشباب على المجال ما، يعني سي اي مجال معين، وبنبتدي نأهله لسوق العمل، بنبتدي نساعده في عمل مشروعات، بنبتدي لو هو عنده مشروع جاهز بنبتدي نساعده في تنفيذ المشروع، لو عنده فكرة بنبتدي نتبنى الفكرة دي وبنساعده فيها. بناء الإنسان المصري والاستثمار في العنصر البشري فضلا عن توسيع نطاق الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أهداف تسعى إليها القيادة السياسية لتطوير الشباب ووضعهم على الخريطة العالمية ليلحقوا بركب التقدم في الجمهورية الجديدة. قالت خمسة مصادر مصرفية إن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الهند لزيارة تسوية المعاملة التجارية بالروبية والحد من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي تطمح إليه معظم الدول. وقال بنك التسويات الدولية إن نصف التجارة العالمية تقريبا مقومة بالدولار. أعلنت مصادر تجارية أن مؤسسة النفط الهندية اشترت 3 ملايين برميل من خام مربان الذي تنتجه أبو ظبي للتحميل في أكتوبر. ويأتي الطلب القوي على خامات أبو ظبي الخفيفة من أكبر شركة تكرير في الهند مع توقف المضاربة على الخامات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي. في أسواق البترول العالمية انخفضت الأسعار، لكن خامي القياس يتجهان لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية. وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت بنسبة 0.2% ليصل إلى $80.88 للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% مسجلا $77.93 للبرميل. واستقرت أسعار الذهب وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب عند $2,455 للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة لتصل إلى $28.19 للأوقية، فيما ارتفع البلاتين مسجلا $954. في أسواق العملات اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين بعد تسجيل أكبر مكسب يومي له مقابل العملات الرئيسية في 4 أسابيع، إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية قوية إلى تهدئة المخاوف لدخول الاقتصاد في ركود. وتراجع الدولار ليصل إلى 148.9 ين، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني مسجلا $1.2. كما زاد اليورو ليصل إلى $1.09. كذلك صعد الدولار الاسترالي مسجلا .66 مقابل الدولار.
ارتفعت مؤشرات بورصة اليابان بعدما هدأت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لليابان. وصعد المؤشر نيكاي الرئيسي بنسبة 3.6% وسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 4 سنوات، إذ ارتفع بأكثر من 8%، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 3%. ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي في ظل زيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر القياسي أفضل أداء أسبوعي منذ 6 مايو. وصعدت جميع البورصات الأوروبية تقريبا، لكن المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني تراجع 0.2% بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 0.5% في يوليو. أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 137.8 مليار يوان، ما يوازي 19.28 مليار دولار وبسعر فائدة 1.7%. وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. في الولايات المتحدة ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يسهم في تهدئة مخاوف السوق المالية إزاء حدوث تباطؤ لاقتصاد حاد بتأجيج من قفزة في معدل البطالة. وزادت مبيعات التجزئة 1% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بنسبة 0.2% في يونيو. شهد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفاضا غير متوقع للأسبوع الماضي. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 7000 طلب عند 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس. وكان ارتفاع معدل البطالة إلى قرب أعلى مستوى له في 3 سنوات عند 4.3% في يوليو قد أثار مخاوف من تباطؤ كبير في سوق العمل. شهد الاقتصاد السويسري انتعاشا في الربع الثاني بفضل الصناعة التي كانت قد قودت النمو في الربع الأول من العام الجاري. ونما الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، وتجاوزوا نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات، حيث توقع المحللون تسجيل نمو يتراوح بين 0.2% و 0.4% خلال الربع الثاني. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو، بما يقلل من احتمال خفض سعر الفائدة مرة أخرى قريبا. وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والغذاء والسكن والنقل والترفيه. نهاية النشرة الاقتصادية، نعود مرة أخرى إلى أهم العناوين. وزير البترول والبيئة يبحثان عددا من ملفات العمل المشترك من بينها التحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين. أسعار النفط تنخفض خلال التعاملات لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع تجدد الأمل في الاقتصاد الأمريكي. وتراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وتحسن سوق العمل. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة.